يا رب عيني لحتى اقدر كمل لاوقف اجري الازاز كله بالارض، الاولاد كلهم عم بيصرخوا. لسه يخدموا بيروت طيطفوا حريق بيروت، احترقوا بنارة. 4 آب، يوم سقطت الجمهورية في حفرة العنبر رقم 12 وما زالت فيها. بعد مناطر تشوفوا بس بن بنهم وبن خيام، مش عم بقدر أشوف. 4 آب، سنة على جريمة العصر، متى الحقيقة؟ متى العدالة؟ 4 آب، 200 شهيد وأكثر، حولهم الانفجار أو التفجير إلى أشلاء. 4 آب، اليوم الذي يجب أن تعلق به المشانة. يوم سقط آخر وهم بأننا نعيش في دولة. عزام الله يسامي، اعتبروا أمينكم وانزالوا على الطرقات، انزالوا بقى، انزالوا، انزالوا بقى، انزالوا بقى، انزالوا. في 4 آب تحولت بيروت إلى ثكلة امتزجت فيها الدماء بالدموع. اشتقت لابني، ردولي ابني، بس أنا اللي بقوله خسرت ابني وحيد أنا. 4 آب، جريمة مكتملة، حقيقة منقوصة، عدالة غائبة. بس بقول له خليك حدي، خليك معنا واعطينا القوة من فوق. هو بيعرفني قوية، بس مش هلقد مني هالقد قوية تحمل هالصليب الكبير. لكن بيروت التي دمرتها الزلازل 7 مرات والانفجار الأكبر في التاريخ سيكون لها 4 آب جديد تنتفض فيه بين دمائها ودموعها ورمادها لتعود 6 دنيا. فعلت ذلك من قبل وستفعل ذلك من جديد.